وبنرجع مرة تانية مشاهدي، نهارك سعيد. وآخر فقرة معانا النهاردة، حرب 6 أكتوبر هي علامة بارزة في تاريخ مصر الحديث، اللي حطمت نظرية الأمن الإسرائيلي. النهاردة هيكون معانا بطل من كبار أبطال حرب 6 أكتوبر. معانا النهاردة اللواء محمد حمدي الحديدي، أشهر تاني قائد يحمل وسام نجمة سيناء، وكان قائد للواء 117 ميشاه ميكانيكي ونجم، ونجح اللواء في تدمير أكبر عدد من دبابات الجيش الإسرائيلي. استطاع أحد ضباطه أسر قائد اللواء المدرع الإسرائيلي 190 عساف ياجوري، وفقد البطل جزء كبير جزء من جسمه حيث بتر ساقه خلال الحرب يوم 8 أكتوبر. النهاردة هيكون منورنا في الاستوديو اللواء محمد حمدي الحديدي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك كل سنة طيب. كل أكتوبر وأنتم بخير. يا رب دايما. وأنا سعيد جدا بلقائكم النهاردة. وده بيرجعني حوالي 40 سنة لورا. 40 سنة هجرية. نعم. 39 سنة ميلادية. نعم. فده شيء عظيم جدا إن أنا أرجع تاني بذاكرتي معاكم. نعم. الى يوم 6 اكتوبر 73. وحاجه جميله برضو انك انت حضرتك شفت رفاق العمر في حرب 6 اكتوبر، وهو طالع الضيف اللي كان موجود معايا من شويه. لا شك يعني في ذلك. يعني مش عايز اوصف للساده المشاهدين قد ايه الحميميه لما لقوا بعض بعد تمام. سنين طويله. ده حقيقه فعلا. طيب سياده اللواء، بعد اذن سيادتك خلينا نخش في نسترجع كده الذكريات مع بعض. حضرتك في يوم من الايام قلت انه نكسه 67 ما تعتبرش نكسه، كنت قصدك ايه؟ النكسة لا تحتمل الا امرين، نهاية صراع او استسلام قوات وهزيمة مطلقة. في 67 لا قواتنا استسلمت ولا انتهى الصراع. نعم. بل استمرت الحرب من 67 لمدة 76 شهر لغاية اكتوبر 73. نعم. حرب الاستنزاف قعدنا فعلا فيها 76 شهر، فدي كانت امتداد للي حصل في 67. اذا 67 مش نكسه، نكسه يعني معناها لا تقوم قائمه لهذه القوات بعد كده. او زي ما قلت ان الصراع انتهى. اسرائيل ما انهتش الصراع في 67، الصراع استمر والحرب استمرت، وقعدنا من 67 لنهايه سنه 70 76 شهر نقاتل إسرائيل بالنيران وبالعمليات التعرضية. إذن نعتبرها نكسة دي. ده احنا انتصرنا بعد كده في 73. إذن هي حرب مستمرة من 67 ومعركة خاسرة في 67 واستمرار لقتال مستمر ومتواصل دمر فيه أكبر قوات أو عدد من القوات الإسرائيلية، واضطرت إسرائيل لحماية نفسها إنها تبني خط برليف. خط برليف كلف إسرائيل 2 مليار ليرة إسرائيلية عشان يبنوا هذا الخط الحصين، علشان يحميهم من نيران القوات المصرية اللي أطلقوا عليها إنها انتكست في 67. دي مش نكسة، دي حرب خاسرة أو معركة خاسرة. وقمنا على رجلينا، وقفنا على رجلينا، وبدأنا القتال، وانتعشنا ومعنوياتنا ارتفعت ووصلت للسماء، وقمنا بعمليات تعرضية وأسرنا إسرائيليين في بعد 67. أنا هذكرك بحاجة. تفضل. رأس معركة رأس العيش اللي حاولت إسرائيل أن تاخد فيها مدينة بور فؤاد وخسرتها، مدمرة إيلات اللي اتدمرت في 67 بعد حرب 67، معركة ميناء إيلات اللي دمر فيها أكثر من قطعة بحرية إسرائيلية، عمليات التعرضية اللي تمت وتم أسر فيها عدد كبير من الجنود الإسرائيليين وبعض الضباط من المخابرات الإسرائيلية. هل دي معناها إن إحنا خلاص متنا بعد 67؟ انتهى أمرنا بعد 67؟ إطلاقا أبدا. 67 هي معركة خاسرة وليست نكسة بمعنى الكلمة. وبالتالي استمرت حرب الاستنزاف، ودخلنا بعد معنويات عالية جدا حرب 73، وانتصرنا بفضل الله
في هذه الحرب. نعم. اللي هي حرب 73. سيد اللواء حمدي الحديدي، يعني عايزين نعرف من حضرتك النهارده ايه الدور او المهام اللي حضرتك كنت مكلف بيها في 6 اكتوبر؟ دي حاجه تهمنا جدا. ده كلام عظيم جدا. انا شرفت بقياده لواء ميكانيكي في حرب اكتوبر 73. بدون قطع كلامك، يعني ايه لواء ميكانيكي؟ خلينا نفهم اكتر، خلي الشباب تفهم اكتر. ده كلام عظيم جدا. الناس يعني عارفه معلومه نصححها برضو، يا ريت. اللواء المشاه عموما بيكون من 6 كتائب. كتائب، 3 كتائب مشاه، كتيبة مدفعية، وكتيبة دبابات، وعناصر معاونة، وكتيبة دفاع جوي. نعم. دول 6 كتائب بيكونوا لواء مشاه أو لواء مشاه ميكانيكي. نعم. الفرق بين لواء المشاه واللواء المشاه الميكانيكي، اللواء المشاه الميكانيكي بيركب عربيات مدرعة في أثناء القتال أو في الفترات بين أعمال القتالية وبعضها البعض. تمام. وبالتالي اللواء المشاه هو لواء مشاه ميكانيكي، يختلف في مهامه وفي استخدامه في العربيات المدرعة. تمام. في أثناء القتال. تمام. في مراحل مختلفة. تفضل حضرتك كمل بقى الدور اللي حضرتك كنت بتقوم بيه. اللواء 117 مشاه ميكانيكي، خلي بالكم أن كنت في كلامي دلوقتي ذكرت أن احنا أصابنا في حرب الاستنزاف ضباط اسرائيليين. اللواء 117 نجح في حرب الاستنزاف انه يؤسر نقيب اسرائيلي اسمه دان افيدان. دان افيدان. دان افيدان. ده ضابط مخابرات اسرائيليه. اثروه، او اللواء 117 اثروا في 73، قبل 73، في اثناء حرب الاستنزاف. ده بذكرك بان حرب الاستنزاف كانت ايجابيه بمعنى الكلمة، وانتهينا فيها نهايات إيجابية 100%. نعم. اللواء 117 كنت نسق تاني للفرقة. يعني إيه نسق تاني؟ يعني قوات الفرقة الأولانية، اللواءات الأولانية بتعبر القناة أو بتقتحم القناة. وليه بتقتحم؟ ما بقولش بتعبر. نعم. لأنها في عدو على الضفة الأخرى من القناة، فبيحصل قتال. قتال، إذا في اقتحام. نعم. للقناة. تمام. اللواءات الأولانية اللي قدامي بتقتحم القناة وتأمن رأس شاطئ. رأس شاطئ يعني إيه؟ يعني منطقة في الضفة الشرقية من القناة. هذه المنطقة بتحتلها وبتمكن باقي قوات الفرقة إنها تعبر وتخش في معارك مع القوات الإسرائيلية. تمام. حقيقة اللواء بتاعي كان لواء نسق تاني، يعني هيعبر بعض اللواءات الايه؟ الأولانية. تمام. البطولة هنا فين بقى دلوقتي؟ اتفضل. ما هو بيسألوا حمدي الحديدي بطل ليه؟ أنا بقول في كل مرحلة بفضل الله بيكون أنا في بطل. نعم. وآسف إن أنا أقول أنا بطل. نعم. إنما دي حقيقة. لا ما تتأسفش. ولازم أقولها. لازم ما تتأسفش حضرتك. أنت فعلا بطل. أنا قائد لواء ميكانيكي متقدم عشان أعبر القناة. عظيم. في التوقيت والزمن المحدد. نعم. وبقدرات وامكانيات محدده. وصلت القناه. نعم. كان متحدد لي 85 قارب اعبر عليهم للضفه الشرقيه. كويس. واثنين كوبري متشايه. عظيم. يمشوا عليهم الجنود. من الضفه الغربيه للضفه الشرقيه. تمام. وصلت القناه عشان اعبر باللواء، لقيت ال 85 قارب خمس قوارب. من 85 قارب لخمس قوارب فقط؟ باقيين فقط. والاثنين كبر المشاية معطبين. تمام. بالشظايا والرصاص من الضفة الشرقية للقنال، من النقط القوية للعدو. حضرتك عملت ايه بقى؟ ما هو ده سؤال وجيه جدا. ودي حاجة في الموضوع. انا في الحقيقة يعني وقفت واتجهت لله سبحانه وتعالى وطلبت منه المعونة والفرج. اعمل ايه؟ طب ايه اللي هعمله دلوقتي؟ واحد هيسألني طب فين الأوارب اللي اتخصصت لك؟ قلت لهم الأوارب الجنود اللي في النسق الأول اللي عندهم استعداد الضفة الغربية؟ لا. أنا أدخل الإيه؟ المعركة مع الكتيبة بتاعتي واللواء بتاعي. فسابوا الأوارب في المية فاتجهت في اتجاه الإسماعيلية. نعم. وزي ما قلت كبار المشاية أعطبت بالإيه؟ بالشظايا من النقط القوية وطلقات الرصاص. انا رحت نازل اديت امر لسواق الدبابه ان ينزل القناه.
سواء اندهش وطقم الدبابه اندهش بتاعي، انزل القناه اعمل ايه؟ قلت له انزل القناه. نزل القناه، حاولت انا بقى بالدبابه ان انا اسحب كباري المشايه من الضفه الغربيه للضفه الشرقيه. صور قائد لواء بايده بيحاول يسحب كباري المشايه من الضفه الغربيه للضفه الشرقيه عشان اللواء يعبر. يعني خد المنسوب عالي بتاع الدبابه، ما قدرتش، فوقفت في نص الميه امام النقط القويه الاسرائيليه، نقطتين بتوع الفردان، في وسط المعركه وفي وسط النيران مدفعيه وطيران وضرب من النقط القويه. لمحت قارب جاي من اتجاه الشمال من بورسعيد، فوقفت في نص القناه ووقفت القارب ووجدت فيه واحد بحار فقط، فأقنعته وبضغط جامد إنه يجي معايا عشان نسحب كباري المشاية من الضفة الغربية للضفة الشرقية. ونجحت بفضل الله إن أنا أسحب كباري المشاية باللنش من الضفة الغربية للضفة الشرقية. ثم بدأ اللي وديت له أوامر عشان يواصل العبور من الضفة الغربية للدخول في الضفة الشرقية. عظيم. فدي كانت معجزه بمعنى الكلمه. طب اللي هو لو ما عبرش كان حصل ايه؟ في الوقت ده ممكن قوي 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 يحصل هجوم على اللواءات اللي عبرت، وتخترق هذه اللواءات وتدمر هذه اللواءات. تمام؟ نعم. ويبقى التقصير من مين؟ من اللواء النسق الثاني اللي هو 117 اللي ما عبرش في التوقيت والمكان والزمان المحدد ليه. وبالتالي اول ما دخلت الضفه الشرقيه مع اخر جندي سجدت على الرمب الاولاني اللي هو المرتفع الاولاني، بعد ما صعدت فوقه رحت ساجد شكرا لله سبحانه وتعالى. نزلت الرمب وطلعت الرمب الثاني سجدت شكرا لله سبحانه وتعالى. طب سيادة اللواء انا عاوز اقول لحضرتك عشان هو فاضل وقت قليل جدا 3 دقايق تقريبا، فهو سريعا كده في قصه مهمه جدا عايزين نعرفها من حضرتك، وهي قصه تدمير اللواء مدرع الاسرائيلي 190، وحضرتك اثرت عسافيا جوري وفقدت ساق اليمنى وقدم رجل حضرتك. ده يوم 20 يوم 20 انا ده قبل اوقف اطلاق النار ب 14 ساعه. يعني فقدت ساق اليمنى وقدم اليسرى قبل وقف اطلاق النار ب 14 ساعه، انما في هذه المعركه ما اصبتش. نعم. بل بالعكس استطاع اللواء وباقي عناصر الفرقه انها تدمر اللواء 190 مدرع اسرائيل. وفي ليله 8 اكتوبر استطاعت مجموعه من اللواء من الكتيبه 61 بقياده العقيد جلال مروان انهم يأسروا العقيد عسافيا جوري بمعرفة النقيب يسرى عمارة والنقيب الله يرحمه الشهيد فاروق سليب والجندي الله يرحمه محمد حسان. دلاء وكدول استطاعوا بفضل الله انهم يأسرهم عسافيا جوري ليلة 9 اكتوبر، يعني يوم 8 اكتوبر مساء، وجالي وفجر يوم 9 اكتوبر وبعته لقيادة الفرقة، قيادة الفرقة رحلته للاستجواب في الضفة الشرقية للقناة. سيادة اللواء، الضفة الغربية للقناة. سيادة اللواء أنتم أبطال بكل المقاييس، يعني الحمد بكل لله. المواقف أبطال وكل المواقف يعني بكل المقاييس. الحمد لله. أنا فقرتي خلصت واليوم بتاعي خلص ونفسي ما 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 ما, ما يخلصش عشان أقعد أتكلم عن إنجازاتكم وبطولاتكم. لكن قبل ما أختم بعد إذن سيادتك تقول لي كلمتين للشباب المصري اللي المفروض بيحب بلده وعايز المستقبل والخير لبلده. انتوا ازاي خليتوا طول الوقت نفسكم تبقوا مشبعين بالاصرار ده، الاصرار انك انت تقعد تخلي حتى حصل، حتى مهما كانت المشكله اللي كانت قدامك لازم تحلها عشان تعبر وتقدر توصل للي انت عايزه. احنا محتاجين نعبر الفتره اللي احنا فيها دي. تقول ايه؟ بقول لشبابنا في معركة أكتوبر لله الهدف
في 73 كان الهدف واضح قدامنا والرؤية واضحة قدامنا وإرادة القتال كانت موجودة فينا. إرادة القتال ما عنديش إرادة قتال، إنما أنا في حرب الاستنزاف تشبعت بإرادة القتال وكان عندي العزيمة والقوة والقدرة يعني حقق هدفي، يعني أرد اعتبار مصر في الإرادة وهذه القوة وهذه العزيمة وهذه القدرة استطعنا بها سنة. أقول لهم بيتكم وإحنا أباؤكم. شكرا على وجودك نور. وليا الشرف أن أنا قعدت مع حضرتك يا فندم. عايزين نوصل له وبناء عليه يبقى في عزيمة، كان في هدف إن إحنا نسترجع أرضنا وشرفنا في الحب. نعرف يا جماعة شكرا لكل متابع. في حاجة عايز تقولها؟ لا ده أنا عايز أقول بإضافة إلى هدف إرادة القتال والروح المعنوية. تمام. الروح المعنوية في 43 كانت في القمة أو في السماء. إن شاء الله. وبالتالي كانت دي عامل مهم جدا لنجاحنا في حرب أكتوبر. ان شاء الله يكون لنا لقاء اخر يا رب قريب نقعد نتكلم فيه برضه ونسترجع كل الذكريات اللي في حرب 6 اكتوبر ونطلع منها بدروس كتير قوي. انا بشكر حضرتك. شكرا جزيلا وكل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. مشاهدينا بكده يكون يومنا خلص النهارده. ان شاء الله الجيش المصري على طول حامي حمانا. اشكركم على متابعتكم لينا النهارده مشاهدينا ومرسي اشرف. مرسي ليك يا فندم. ايه مش تختم ولا خلاص هو نهاركم يا رب والحياه كلها سعيده. يلا سلام عليكم.